تليفون. الو مرحب. عليكم. عليكم السلام ورحمه. معك سميه الفاضل من الفتيحات. مرحبا يا سميه. الله يخليك. بسال شيخنا. شيخ انا كنت في عام 2006 عندي سرطان في الثدي واتصلته وما صمت رمضان. يمكن الاسبوع الاول بس وتعبت عشان العلاج وفطرته. ايوه. يلا اي يوم فطرته انا قمت كفرت فيه. هسه حاليا قبل 20 يوم عامله عمليه ويعني صمت وتعبت لحد هسه صايمه. وهسه صايمه. هسه صايمه اصبري لي. صايمه الحمد لله. صايمه. وما تعبتي في الصيام من اول يوم لغايه هسه؟ ما تعبتي؟ لا الصمت بس لي 3 يوم يعني. في الشهر ده 3 يوم بس؟ بديت يا دوب كان في الاول حموني اصوم وهسه انت كده. صبري لي، انت المرض اللي عندك ده مرض مزمن ولا مؤقت؟ عامله عمليه اكياس برضه. عملية في شنو؟ هي عملوا عملية استئصال ثدي تقريبا. ايوه. على كل حال اذا تعبتي افطري، واذا مرضك يعني مزمن وتعبتي الفات الكفرتي ده خلاص عفى الله عنك ربنا يقبل. وهسه انت صايم وقلتي صمت 3 يوم بس ولغت هسه، المهم اي يوم تتعبي فيه افطري، وقدرت وصلتي الشهر واصلي، ما قدرت افطري واطعمي لانك انت كم مره عملوا لك عمليه وتعبانه وكذا. اي ما طبعا مرض من كان من المرض. اي نوع من المرض يتعب الجوع. نعم نعم. شكرا سميه.